أما هلا فرح رح نبدأ أولى فقراتنا مع الضيفة الأولى، ورح نبدأها من المركز الثقافي بحضور مديرة المركز الثقافي العربي بالعدوي الأستاذة ريم الطيلوني وعدد من المهتمين. أقيمت محاضرة تنمية ذاتية بعنوان التميز الاجتماعي، قدمتها المدربة نسور صافية، وذلك على مسرح المركز. استهلت المدربة محاضرتها بالحديث عن الأركان الثمانية للحياة المتزنة الناجحة، ولنحكي أكثر عن هي الأركان الثمانية اليوم نتعرف عليها. معنا المدربة، مدربة التنمية البشرية نسور صافية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير عن جديد. يعني اليوم عم نحكي عن موضوع كتير مهم، الحياة المتزنة، قد ايه نحن كلنا عم نسعى لهي الحياة. خبرينا بالأول قبل ما نفوت بالتفاصيل عن المحاضرة اللي كانت بالمركز الثقافي، كيف تم اختيار هذا العنوان؟ حقيقة هو بطلب من المدام ريم طيلوني، هي مديرة المركز الثقافي بالعدوي، طلبت أنه نعمل شيء تفاعلي، شيء يكون جديد مهم بالحياة. حقيقة هو عم ينعطى برا بدول متقدمة، بالجامعات عم ينعطى كمادة أساسية. فهون كان نحن المحور، أنه بدنا شيء متميز عم ينعطى كمادة علمية، ولكن نحن مو موجود بالمواد التعليمية اللي عنا بالجامعة. فمن هون طلعت الفكرة، اتفقنا على الموضوع، حطيت العنوان، المحاور الأساسية، وانطلقت الفكرة وعملناها للمحاضرة. كانت محاضرة جدا رائعة، تفاعلية بين الحضور، كل حدا حكى يعني باختصاصه من خلال هالمحاضرة هي. اليوم خلينا نحكي عن هالموضوع يلي طرحته، اللي هي الأركان الثمانية للحياة المتزنة. حقيقة الإنسان هو عدة أجزاء، فلحتى يكون متوازن اجتماعيا لازم يكون يحقق التوازن بهالأجزاء الثمانية يلي هنن. أول شيء الركن الروحي وعلاقته مع الإيمان الداخلي والإيمان برب العالمين أو المعتقد يلي هو مرتبط فيه، قديه هو بياخد منه طاقة وقديه قدران يعطي طاقة لمن حوله. هي بالنسبة للركن، أنا حاختصر كتير لهالأركان الثمانية. الركن الثاني هو نتعرف عليهم، يعني نتعرف عليهم تماما. الركن الثاني هو الركن العائلي، قديه أنا متزنة عائليا، متزنة مع زوجي، مع أولادي، مع أسرتي، الأب الأم، قديه في ألفة بالحياة الحقيقية، قديه أنا محققتها. الركن المهني، قديه أنا متزنة مهنيا، قدراني أنا حقق تميز بمجالي المهني، قديه أنا متزنة ثقافيا. مثل ما بنعرف نحن لحتى يكون الإنسان مثقف لازم بالشهر يقرأ كتابين كحد أدنى، كتاب باختصاصه والكتاب الثاني هو ثقافة عامة يثري معلوماته. الركن اللي بعده اللي هو الركن الصحي، كتير مهم الإنسان يعتني بصحته. كتير جانا يعني مثل تعقيبات، انه هل الانسان يعني انتم بتوقعاتكم هل الانسان الصحي بدنيا هو هذا الانسان الصحي خلينا نسميه كامل؟ لا، احيانا بيكون الانسان في عنده اعاقة بجسده ولكن قدران يتواصل فكريا تواصل صحيح 100%. الركن اللي نحن ركزنا كتير عليه هو الركن الاجتماعي، وقديه هو قدران يتواصل اجتماعيا مع من حوله ويحقق التميز. شيء كتير حلو الإنسان يكون عنده توازن بحياته بكافة المجالات يلي ذكرتيها. التميز كمان كتير مطلوب، فخبرينا كيف كان مضمون المحاضرة عن التميز. لحتى يكون الإنسان متميز بمجال اللي هو فيه لازم يخرج عن العادات المألوفة، يعني ما يجيب شغلات متعودة عليها كلياتهم بيتصرفوها بشكل اعتيادي، فهون صار ما في عنا تميز. أما أنا وقت بكون متميزة، أنا وقت بختار أني أنا أكون متميزة، أنا خرجت عن المألوف ضمن إطار يحقق خلينا نسميه الأهداف المطلوبة لإلي وللمجموع يلي حولي. هون نحن بنقدر نحقق التميز بأي مجال من المجالات. بالنسبة للتميز الاجتماعي، أنا لازم يكون في عندي مهارات، وهي المهارات بدي أتمتع فيها خلينا نسميها بالمهارة باللاوعي، أني أنا أكون عم بتصرف فيها بشكل طبيعي بشكل يومي، ما أكون أنا متقصدة، ويكون أنا هالمهارات هي اللي أنا معي بتكلف باصطناعها وبتصرفاتها. فأول مهارة هي حتكون المهارة الابتسامة، قدي حلو الإنسان وقت يدخل على أي، فينا نعتبر أنه هي هي من مهارات التواصل. أكيد أكيد، أنا ذكرت بالبداية أنه أهم
مهارة بيتعلموها بالجامعات هي مهارة التواصل. أنا وقت بدي أكون ذكي اجتماعيا، أنا أول شغلة بدي أفهم ذاتي، بعدين أفهم المحيط اللي حوالي كيف أنا أقدر أتعامل معه، ومن ثم بدخل لمجال أعمق اللي كيف أنا يكون في إلي أثر بهي الأرض. وهي اللي منشوفها عند العظماء، رسالة الأنبياء منشوفهم حطوا أثر، حطوا بصمة بحياتهم لكل من حولهم. طيب مهارات التواصل اللي ذكرناها اليوم نحن كيف فينا نطورها عند نفسنا؟ ما هي بدها تتحول من مهارة بالوعي لمهارة باللاوعي، أنا أتصرف فيهم بشكل طبيعي. أول مهارة حكينا عنها هي الابتسامة الطبيعية، يلي أنا وقت بدي أدخل لأي مجال إن كان مجال عملي، أسرتي، محيطي، مباشرة ابتسامة لطيفة، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. المرحلة الثانية الكلمة الطيبة قد إيه أثرها، قال لي الصدقات اليوم. أيوة تمام. أثر الكلمة الطيبة في النفس، مثل ما بتعرفوا الكلمة القاسية بتجرح النفس، بتجرح القلب وبتعمل ندبة، وهي الندبة مستحيل يروح أثرها. أما الكلمة الطيبة أدي إلى أثر طيب، وبالفعل هي اللي بتعطي بصمة حقيقية وما بيروح أثرها أبداً أبداً. الجروح العادية، جروح الأجسام ممكن تترمم، الكسور بتترمم، أما جرح العاطفة، الجرح الـ خلينا نسميه القلب، الجرح النفسي، هذا صعب يترمم، صعب كتير 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 يترمم. ذكرتيني بموقف، يعني حدث من التاريخ، انه سيدنا عمر الله يرضى عنه مره كان عم شاف وهو بتاع مثل ما يعني معروف عنه انه بيتفقد الرعيه بالليل، فشاف جماعه قاعدين سهرانين كان نسيانين النار، فوقت اجى بده يخاطبهم من خوفه على الرعيه فما قال لهم يا اهل النار، قال لهم يا اهل النور، من خوفه عليهم انه تكون هي الكلمه في إلها وقع سلبي عليهم، فقال لهم يا اهل النور اطفئوا النور. نعم. يعني كتير حلو ميسان نحاول ما نأذي الآخرين لو بدون قصد، ننتبه شوي على كلماتنا ومفرداتنا وكيف ممكن نحن نصيغها ونوجهها تجاه كان الزملاء كل الأشخاص الموجودين هذا حوالينا. هذا شيء ممكن مو كل العالم بيقرروا أنه هنا ياخدوا شيء بحياتهم أو منهج بحياتهم. أكيد أكيد. وكمان إذا ما كان شيء موجود مفروض يكون مكتسب ميسان، لأنه العالم يمكن ما كل شخص يمكن قادر أنه يتحمل الشخص الثاني بنفس السوية أو يغفر أوقات ويستمر معه. الذكاء العاطفي كتير مهم، خبرينا كيف كان له كمان وقع ضمن المحاضرة. كتير مهم الذكاء العاطفي، تستخدمه المدرس الطبيب، أي شخص له علاقات اجتماعية ناجحة بالحياة لازم يستخدم الذكاء العاطفي. كيف بده يستخدم الذكاء العاطفي؟ بنتعرض بحياتنا لكتير مواقف سلبية، أنا إذا مجرد تعرضت لموقف سلبي وخليت هاي المشاعر السلبية تأثر علي وتدخل لداخلي من جوا، هذا الشيء رح ينعكس علي من برا، رح ينعكس على ملامحي الخارجية، فمباشرة رح أتصرف تصرف سيء لمن حولي. المهارة أني أنا خلي التصرف هون، ما خلي يدخل لجوا، خلص اتضايقت ما خلي يأثر علي، لأنه العالم ما لزن بالنهاية على الشيء اللي أثر علي. نعم. من ناحية أخرى كمان، إذا أنا مثلا كان عندي فرح كتير 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 شديد بأي موقف معين، كمان هن الناس ما لازم، اذا انا كثير كثير زعلت هن لازم يزعلوا على زعلي، واذا كثير 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 فرحت لازم وانا اجبرهم انه هن يفرحوا معي، انا اكون معتدله بتصرفاتي وردات الفعل معهم. كمان اذا اي انسان كان كثير فايت بحاله شعوريه كثير كثير عميقه وعنده فعليا قصه كثير كثير حزينه، فمن واجبي اني انا طبطب عليه، اتعاطف معه، ولكن من دون أنا ما أؤذي نفسي، من دون أنا ما أتأثر، أطلع من عنده أقول يا الله ليش أنا اليوم متأذي. هي حالة تماما، أنه دائما وقت منشوف شخص فايت بحالة سيئة إن كان مرض إن كان حزن، دائما الناس وقت بيروحوا ليواسوه بيطلعوا بحالة نفسية بحالة كتير تماما كتير تماما. الذكاء العاطفي إذا فينا نعرفه شو هو، يعني نحن هلأ ذكرنا فينا نقول أمثلة، لكن هو تعريفيا شو هو ذكاء؟ خليني بسط لك يا يعني بأبسط صورة، هي التحكم بالحالة الشعورية إلي وللآخرين.
كيف كيف بيكون هذا التحكم؟ يعني مثلا انا فيني استمع لك استماع تعاطفي، يعني هي اول، هو كثير الموضوع كثير كبير الذكاء العاطفي، فانا حاعطيكي فكره كثير صغيره عنه. الاستماع التعاطفي، انا وقت بدي احكي مع حضرتك فانا مباشره بتواصل معك جسديا، ببني جسور الالفه بيني وبينك من خلال طريقه الحكي، من خلال وضعيه الجلوس، من خلال نبره الصوت، ببني الفه معك من خلال اهتماماتك واي شغلات ظريفة أنت بتحبيها، فأنا من هذا المبدأ أنا بصير بتناقش فيها معك. هون أنا عملت لك شد انتباه، صرتي أنت عجبك الموضوع لأنه أنا عم بحكي عن اهتماماتك إلك. فهون ببلش بقى، بلشنا بجسور التواصل مع بعض. بعدها بصير بستمع معك استماع تعاطفي، أنا كلي معك، أنا مالي عم بسمعك وأنا دايرة وشي يلا كملي حكيك، أو عم بشتغل على الموبايل أو ملتهية بكتاب. هي اللي بتعمل مشاكل بين الناس تماماً، بين الأزواج يمكن تماماً. أنه أنا وقت عم بحكي اسمعولي، أنا بدي مين يهتم فيني. وهون نحن بدنا نكون كتير واعيين أنه أنا كمان شو الأنظمة التمثيلية للشخص اللي قاعد مقابلي. يعني خلينا نبسطها أكتر، إذا كان نظامه التمثيلي لهذا الشخص اللي قاعد مقابلي حسي، فأنا بدي أتعامل معه حسيا. يعني هو شخص حساس كتير، بيتعامل ما بيقدر يسمعك إلا لحتى ممكن أنه يتلمس بشكل أو بآخر، ممكن يكون تحكي بصوت واطي، بكلمات كلها مليانة مشاعر. أما إذا إنسان بصري لا، هو بتكون لهجته قوية، بيتعامل هو إنسان قائد بالنهاية، الإنسان السمعي حتى من كلماته. فأنا أول شغلة بدي أعرف استنبط نظامه التمثيلي من خلال كلمات، من خلال إشارات، من خلال لغة الجسد، وتواصل فيها عن طريقه. وما أهمله أبدا، لأنه الإنسان السمعي بكل الأحوال وقت بيسمعك فهو بيطلع هيك بنظرة لبعيد، بس هو معك عاطيك السمع، بيطلع لبعيد بيرجع بيطلع فيك انه انا معك، انا مركز معك، بس هو بيركز بسمعه، ما بيقدر يتواصل دائما بصريا مثل الانسان البصري. فكتير مهم بالاستماع التعاطفي انا اعرف نظام الشخص الانسان التمثيلي اللي موجود قدامي، واعرف كيف انا اسمعه واسمعه، وهذا يكون الاستماع التعاطفي. اقدر انا اقدم له حلول، اسمع بقلبك واعطي حلول من عقلك. اما اذا انا بدي اسمع بعقلي واعطي حلول من عقلي فانا فقدت قيمه التواصل يلي بيني وبينه، صار عم يقول لي ايه يلا خلصي خلصي خلصتي توجيهات. الانسان اللي جاي يشكي لي هو ما له جاي لحتى يسمع نصائح، هو جاي لحتى يفش قلبه، واحيانا مو جاي كمان ليسمع حلول مثل ما هو جاي بس يحكي وانا اسمع له، لانه الانسان دائما بيلاقي حلول لنفسه وفرح. اكيد ميسان، حنتمنى يكون الذكاء الاجتماعي موجود عند كل الاشخاص مننا ومن الناس المحيطين فينا، صير نمط حياة. تماما، يمكن منوفر مشاكل او حساسيه ومنلاقي دائما حلول. لك شكرا كثير على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وبنتمنى نشوف كمان محاضرات ثانيه من ضمن تفاصيل الحياه اللي عم نعيشها ان شاء الله. شكرا كثير كثير لكم، ويسعد صباحكم جميعا. شكرا لوجودك معنا لليوم.